خلاف سياسي متصاعد عاد بالعراق إلى المربع الأول وتسبب في الاحتكام إلى الشارع بعد تعثر المسار السياسي. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكد أنه لم يلمس تجاوبا من الفرقاء السياسيين على مقترح إجراء حوار وطني، وأنه قدم تنازلات كثيرة من أجل مصلحة الشعب ليعلن تقديم مقترح إلى الأمم المتحدة لرعاية جلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين. وعلى مدار الأيام الماضية دعا الصدر أتباعه للتظاهر والاعتصام واقتحام مقر البرلمان لرفض ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة، إلا أن دعوة الإطار التنسيقي لأتباعه بالنزول للشارع أيضا في مظاهرات حاشدة أجبرت الصدر على تأجيل الاعتصام والمظاهرات التي كان يستعد لها مجددا. الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر من العام الماضي لم تكن حلا كما توقعت الأطراف السياسية للأزمة في العراق، فقد نتج عنها الفشل في تسمية رئيس الدولة بسبب الخلافات بين الأحزاب الكردية، وكذلك الخلاف على تسمية رئيس الحكومة وتشكيل حكومة وطنية بالرغم من فوز حزب الصدر بالأغلبية، الأمر الذي دفعه للدعوة لإجراء انتخابات جديدة مبكرة. الإطار التنسيقي الخاسر في الانتخابات من جهته يحاول فرض سيطرته على العملية السياسية، وهو ما يراه الصدر فسادا واضحا وخضوعا لدول خارجية، ما أدى لمزيد من الخلافات التي لا يلوح حلها في الأفق.